وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف. الزيارة خصصت لإعداد البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى الولاية، حيث أشرف الوزير على اجتماع ضم السلطات المحلية ومنتخبي ولاية تندوف قصد الوقوف على أهم المشاريع التي تحتاجها الولاية لإدراجها في البرنامج التكميلي. التغطية لمحمد الجاب. أرجو منك سيدي أنها لصالح الولاية، نحن معه. السكان 117,000. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي مر من هنا منذ أيام قليلة، واجتمع مع الحركة الجمعوية ومع كل الفاعلين ومع كل الأعيان ومع كل المسؤولين، وأقر أثناء اجتماعه وأثناء تبادله أطراف الحديث مع الأعيان ومع كل المسؤولين، أقر إذن ببرنامج تكميلي لفائدة تندوف على هامش الزيارة المهمة التي قام بها عند زيارته هذا المنجم الواعد لكراج بيلات، والذي كما سبق للأعيان وكل المتدخلين قالوا أنه كان حلما، وها هو الحلم اليوم يتحقق. بعد الزيارة هذه أبى إلا أن يقرر بداية برنامجا تكميليا لفائدة تندوف.